نبلش يلا اكشن. اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبان فوزوا ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان مربحان ربحان. كاش كاش اخفض كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش you want بالباوند get your cash تبي بالدينار اخفض كاش كاش مع النبهان. رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقة من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان. أجوانا أجواء المسابقات والمعلومات دائما غير في كاش مع النبهان لنا طريقتنا في طرح الأسئلة وإن شاء الله دائما تكون أسئلتنا ومعلوماتنا مفيدة في هذا البرنامج. نروح معاكم ونعيش أجوانا في كاش مع النبهان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان توديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان توديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان. كل معلوماتكم زينه فيه؟ الحمد لله تمام. عامه حلو. ناديه شو شاطره فيه انت؟ يقولون ناديه هي اللي تحل المسابقات. شعر. شعر ما شاء الله شاعره؟ ايه. تحفظين ولا تقولين شعر؟ لا احفظ. ما شاء الله بتعرفين يعني اذا قلت لك من قائل هذا البيت حلينه؟ ان شاء الله ان شاء الله تقدر تصحى ولا شنو؟ ايه ما شاء الله زين. يلا بلش. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا العائله. مساء الخير. مساء النور. شو اخباركم؟ تمام؟ شلون زين؟ والله الحمد لله بخير. شلون معلوماتكم؟ ان شاء الله زينه طيبه. زينه. يلا نعطي الفلوس تفضل. هذه 120 دينار. أيه. نختار من هالبطاقات بطاقة واحد اثنين ثلاثة وين نروح؟ واحد 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 واحد. أيه. والواحد الله سبحانه وتعالى. سؤال بالله. سهل جدا جدا جدا. السؤال يقول كم سنة استغرق دافنشي في رسم لوحة الموناليزا تقريبا؟ كم سنة؟ أيه. استغرق دافنشي. تعرفون لوحة الموناليزا؟ اي نعم شايفينها. أيه نعم. أيه. اشهر اللوحة. كم أيه. سنة استغرق الرسام ليوناردو دافنشي لرسم لوحة الموناليزا؟ اختيارات. اختيارات. نعم. حلو. سنتين، أربعة، سبعة. لوحة الموناليزا أربعة. 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 أكيد. إيه. آه نادي. أربعة. إن شاء الله أربعة. تعرف المعلومة كنا نادي. إيه أربعة. قولي كاش أربعة. كاش أربعة. أكيد. إيه. صح. كاش أربع سنوات استغرق ليوناردو في رسم لوحة الموناليزا. حلوين. السؤال الثاني يقول في أي عام تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي؟ مر عليكم السؤال؟ المؤتمر الإسلامي. كرب في اختيارات؟ في اختيارات. نعم. مر عليكم السؤال هذا شيء؟ لا. مدرسة؟ لا. ما أعطيكم فيها. يلا. السؤال يقول في أي عام تأسست منظمة المؤتمر الإسلامي؟ 1980، 1981، 1982. 82. 82. 82. عارف المعلومة؟ أي. رسمي. إن شاء الله. إن شاء الله 82. حلو. شو اللي يخليك إنه متأكد حاسم؟ هي 81 أو 82 بس اختار. حلو صح. هم يا 81 أو 82. يعني طلع الإجابة الثالثة. قول لي. 82. 82 أكيد. 82. أكيد. قولوا كاش 82. كاش 82. غلط. هي في عام 1981. عطنا. أنا قلت لك هم صح. سعد أنت اختار. يلا ما علي ما علي. السؤال الثالث يقول ما هي عاصمة أثيوبيا؟ سؤال سهل هذا ما يبي اختيارات. المفروض ما في اختيارات أصلا. ها فكروا. تبون اختيارات ولا لا؟ حلو. كوالالمبور، أدامة، أديس أبابا. أديس أبابا. أديس أبابا. أكيد. 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 ها. أكيد. رايحين أثيوبيا؟ لا. بس عارفينها أكيد. أكيد. قولوا كاش أديس أبابا. أديس أبابا. كاش أديس أبابا. أكيد. أكيد. إيه. صح. هي أديس أبابا. مبروك عليك. عاصمة أثيوبيا. السؤال الرابع يقول الحين ماشيين صح أنتوا. السؤال يقول من هو الملك الفرنسي الذي حكم أطول
فترة حكم ملك فرنسي الذي حكم أطول فترة حكم؟ إيه؟ 7 6 5 شو اسمه؟ 4 اللي هو منبار لا شو اسمه؟ 6 5 3 2 1 أعطونا 60 أعطني 60 هو الملك منو؟ تشارلز؟ لا تشارلز مال إنجلترا شو اسمه؟ ملك منو؟ أول شيء لازم أردك 20 لأن أنت جاوبت سؤالين. هو الملك لويس 14. لويس 14 هو الذي حكم أطول فترة في الحكم الفرنسي. ما عليه، ما خلصنا وياكم. إيش كثر؟ 40. سراي للعطور، كل الشكر لهم، يقدمون لكم هذه الهدية. عليكم بالعافية. وثيرتي تو لطب الأسنان أيضا يقدمون لكم كوبون ومجموعة من مستلزمات الأسنان. وصوم لاي طبعا يقدمون لكم هذا المشروب. وهذه دشداشة حقك، عليك بالعافية. وهذه ساعة راح نعطيها حق نادية. وكلينيك مركز تجميل، كل الشكر لهم، يقدمون لكم كوبون ومجموعة من مستلزمات التجميل. كل الشكر لكم، يعطيكم العافية. إن شاء الله المرة الجاية إن شاء الله المعلومات تكون أقوى. ها بس هم ترى اللي يساعدون. إيه لا تنسى، يعطيك العافية. شكرا. راحوا معنا 40 دينار مستمرين معكم في كاش مع النفس. شو معلوماتكم؟ زينب ما عندي سؤال. عطني مجال التمرين. حلو. غير الطب شنو؟ الرياضه. ها اعطيها المايك. اول واحده تعرف الرياضه. زين، العاده الناس كلهم ما يحبون الرياضه. انا الرياضه. انا زين. شنو؟ انا قد ساويه بعد. الاسئله ترى كل البطاقات سهلين. شدوا حيلكم. تحلو لا تحاتي بخ عبقري. ها اوه لا تحاتي. انت كنا مسوي مايلي فاضي. صدق؟ وين ملعب نادي قادسي؟ ملعب المنصوريه. نادي العربي. اوكي يلا جاهزين؟ جاهزين. بسم الله. بسم الله. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا من اسواق المباركيه في كاش مع النبهان. ومعنا الخوات. مساء الخير. مساء النور. يا هلا، شخباركم؟ تمام بخير الحمد لله. يلا تفضلي. هذه 120 دينار. عارفين نظامنا طبعا؟ اكيد. وانتم شطار ما شاء الله، اللي فهمناه ما شاء الله معلوماتكم زينه. اي مجال؟ طب قلتوا؟ اي طب. بعد رياضه هني بس. حلو. يلا نختار من هالبطاقات بطاقة. 1 2 3 أين نذهب؟ 2 اللي بالنص خير الأمور أوسط. وهنشكر كل سبونسراتنا في كاش مع النبهان. السؤال الأول يقول جدا سهل. سؤال يقول ما هي السورة التي يطلق عليها سورة النعم؟ ما هي السورة القرآنية التي يطلق عليها سورة النعم؟ البقرة، النحل، الأنعام. البقرة. البقرة. أكيد. أكيد. البقرة. أعطيها المايك. كاش البقرة. غلط. هي النحل. سورة النحل تسمى بسورة النعم. ما عليه، أعطونا 20. ما عليه. إحنا بأول سؤال. السؤال الثاني يقول ركزوا. ما هو أجلكم الله وأجل مشاهدينا الكرام الحيوان الذي يستطيع الرؤية في جميع الاتجاهات؟ الغراب ولا البومة ولا الأرنب؟ ما أدري. الغراب. غراب. شو تقولين أنت؟ اختاري شيء ثاني. أرنب. الأرنب. قولك كاش الأرنب. كاش الأرنب. كاش الأرنب. كاش الأرنب. صح، هو الأرنب. مبروك عليك الكاش. الأرنب سبحان الله يرى في كل الاتجاهات. معلومة جديدة لكم هذه. صح. ما ندري فيها. السؤال الثالث يقول ركزوا. من هم الذين ابتكروا كلمة ملياردير؟ ملياردير يعني شخص معدي الملايين. إن شاء الله الله رزقكم تصيروا ملياردير. يقول إن شاء الله. إن شاء الله. من هم الذين ابتكروا كلمة الملياردير؟ الأمريكان، الفرنسيون، البريطانيون. الإنجليز ولا الأمريكان ولا الفرنسيون؟ الإنجليز. قولوا كاش إنجليز. كاش إنجليز. كاش إنجليز. كاش إنجليز. غلط. الأمريكان. كان قلت الأمريكان. السؤال الأخير يقول من وضع آلة القانون؟ موسيقار مشهور اللي عمل بعد هذا السؤال. شو سوي؟ حلو ما تبي موسيقى. يلا إن شاء الله المرة الجاية أنت تكتبين أسئلة تعطينا أمس. من وضع آلة القانون أو من قام بعمل آلة القانون؟ يلا اختيارات. ما في اختيارات لأن هذا بستين. يلا 1
ستة خمسة أربعة ثلاثة أعطينا ستين ستين هو الفارابي مو سامعين بالفارابي على أسئلتكم يمكن ما هي الطبية ها يلا ما عليه سراي للعطور كل الشكر لهم يقدمون لكم هذه الهدية عليكم بالعافية و 32 لطب الأسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعة من مستلزمات الأسنان سوم لايت كل الشكر لهم يقدمون لكم كوبون وسرابيل طبعا هذه جداشه لازم تهدونها حق احد ها يلا عليكم بالعافيه وبيضون كل الشكر لهم يقدمون لكم هذه الساعه النسائيه وكلينيك مركز تجميل يقدم لكم كوبون ومجموعه من مستلزمات التجميل استفدت من معلومات جديده بس نبي معلومات طبيه معلومات طبيه اي بس احنا معلوماتنا يعني ما ننقيها حق عطنا معلومه الحين طبيه بدون اي جوائز بس كذي بدون جوائز بدون جوائز اكيد اكيد منو أثقل المخ ولا اللسان؟ اللسان أحس. شون؟ أحس بعد. شنو السؤال؟ منو أثقل المخ ولا اللسان؟ لسان. لسان. كم كيلو باللسان؟ كم؟ عطوني 20. يلا يعطيك العافية. مستمرين معكم في كاش مع النبهان. نطلع فاصل ورد مع النبهان. نطلع فاصل ورد مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النفان عدنا بعد الفاصل مع النفان جاهزين؟ جاهزين إن شاء الله معلوماتكم زينة بشنو؟ كل شيء إن شاء الله رياضة، دين، سياسة إن شاء الله حتى رياضة تعرف طيب شاطرة بس عاد راح تأخذين الفلوس كاملة إن شاء الله إن شاء الله يلا عليكم بالعافية جاهزين؟ استمري معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الخوات مساء الخير مساء النور يا هلا بارك عليكم الشهر علينا وعليك تبارك يا رب ان شاء الله تفضلي هذه الفلوس وهناك ما شاء الله المعلومات القويه ها ان شاء الله باذن الله. الله يلا نختار من هالبطاقات بطاقه واحد ولا اثنين ولا ثلاثه الاول ان شاء الله الاولى الاول حلو يقولون ان انت ما شاء الله يعني تحلين أسئلتنا عدل ها؟ حتى السؤال الأخير يقولون ها؟ إن شاء الله إن شاء الله يلا السؤال الأول يقول جدا سهل ماذا يعني اسم إنجلترا؟ ماذا يعني اسم إنجلترا؟ خيارات خيارات أرض القصدير أرض الذهب أرض الناس أرض القصدير أرض الذهب أرض الناس شو تفكرون فيه؟ نتوقع الأرض الناس يمكن أرض الناس أعطيها المايك الذهب الذهب وأرض الناس الناس شك. يلا اختاروا إجابة وقولوها أول شنو أول واحدة شنو أرض الناس أرض القصدير أرض الذهب إيش رأيك أرض الذهب ولا أرض الناس أنا أقول الذهب الذهب وأنت تقولين معها معها قولوا كاش الذهب كاش الذهب كاش الذهب غلط هي لا الذهب ولا الناس ولا الناس القصدير ما عليه اعطينا 20 اعطينا 20 ما عليه ما عليه ما عليه نايم كاملين السؤال الثاني يقول من المقصود بقوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه من المقصود في هذه الآية اختيارات أبرهة الحبشي ذو النواس النمرود بن كنعان النمرود إذ قال إبراهيم ربي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت الخيارات مرة ثانية أبرهة الحبشي ذو النواس النمرود بن كنعان النمرود بن كنعان اكيد ان شاء الله ان شاء الله النمرود كنعان النمرود كاش النمرود كاش صح هو النمرود ابن كنعان وكانت هذه طبعا من اقوى الحجج حلوين شيء ماشيين صح ان شاء الله السؤال الثالث يقول من هو النادي الحاصل على لقب الدوري الانجليزي الاخير من هو حامل لقب الدوري الانجليزي في الموسم الماضي واللي هو حامل اللقب الحين اختيارات مانشستر يونايتد مانشستر سيتي ليفربول لقب شنو اللقب لقب الدوري الانجليزي من هو الفريق اللي حاصل فريق واحد اللي حصل عليه السنه اللي طافت يونايتد اول واحد
اتوقع مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول. من هو مانشستر يونايتد الدوري الانجليزي لكره القدم؟ ان شاء الله مانشستر يونايتد. يونايتد اكيد. ها يونايتد. يونايتد رسمي ما تغيرون ان شاء الله. ان شاء الله قولوا يونايتد كاش. يونايتد كاش. غلط، هو مانشستر سيتي. بالي بالي بالي. انا اقول لكم ما تغيرون يعني شنو؟ لا يعني غيروا ان شاء الله. يلا ما عليه ما عليه. السؤال الاخير يقول ما عليه ب60 هذا، هذا تحلونه تعوضون كل شيء هذا بدون خيارات. بدون خيارات بس ممكن تحلينه ان شاء الله. سؤال يقول ما هو اسم سفينه ماجلان؟ ماجلان تعرفونه طبعا، شخص مكتشف وجال في العالم عنده سفينه. اسم مشهورة. شخص ولا اسم شخص ولا باسم؟ انا يعجبني الانسان اللي يحلل لانه ما شاء الله هي معلوماتها زينه. هو اسم امراه مشهوره. يلا شايك بدون اختيارات. بدون لا. اختيارات. اسم ملكه. يلا ستة سفينه. سبأ. أربعة. سبأ. ثلاثة. سبأ ولا اثنين. بلقيس. سفينه بلقيس. بلقيس. اعطينا الستين. ستي. ثلاثة. 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 هو فيكتوريا. 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 ما عليه ما عليه ما خلصنا. إن شاء الله. معلوماتها زينة ترى، ها؟ معلوماتها زينة بس عاد الأسئلة شوي صعبة. صعبة صارت. سراي للعطور كل الشكر لهم يقدمون لك هذا العطر، عليك بالعافية. شكرا. وثيرتي تو لطب الأسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعة من مستلزمات الأسنان صوم لايت، كل الشكر لهم يقدمون لكم هذا المشروب. تتصلون يوصلون لكم إياه. سرابيل عاد هذه الجاشة. تهدونا حق اي واحد من الاهل ان شاء الله. عليكم بالعافيه. وبيضون كل الشكر لهم يقدمون لكم هذه الساعه. كلينك كل الشكر لهم، مركز تجميل كلينك يقدمون لك كوبون ومجموعه من مستلزمات التجميل. يعطيكم العافيه. يعطيك العافيه. زينه ولا شويه. يلا يعطيك العافيه. يعطيكم العافيه. استوري معكم في كاش مع النبهه. شطفت انت كان قايله فيكتوريا. والله الاسئله شوي صعبه. انا اتوقع انا اشوف برنامج جاوب الأسئلة صح بس هني الأسئلة شوي اليوم صعب. لا لأن قدام الكاميرا، هذا مانشستر سيتي المفروض حالينا. يلا يعطيكم العافية، حياكم الله. وصلنا معاكم مشاهدينا الكرام لختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم كاش مع النبهان. كنا معاكم وأجواء سوق المباركية وأجواءنا في كاش مع النبهان. كل أمنيات الجميع استفاد مما نطرح في هذا البرنامج من معلومات إن شاء الله أنها تكون مميزة لدى الجميع. دائما أقول لكم كاش مع النبهان. كل عام وانتم بخير. مع السلامة. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النبهان. كاش اخبر كاش مع النبهان. بوديكم من مكان لمكان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان. بوديكم من مكان لمكان. طول رمضان كل اللغات من مدينة لمدينة. بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبهان فوزوا ترى الكل يستاهل. حاضر. والجوائز كاش والغلطان ام ربحان. ربحان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان. بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش. You want the pound get your cash. تبي بالدينار اخبر كاش. كاش كاش مع النبهان.